أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الصف الثالث المتوسط، لكن اليوم راح ننتقل إلى الفصل الثالث لأن هواي طلاب سألونا عن الفصل الثالث وخصوصا lesson 1 اللي موجود في صفحة 35 عن المقارنة والتفضيل. المقارنة والتفضيل أكثر الأسئلة تجي عن المقارنة، إضافة الـ ER أو إضافة المور، لكن إحنا راح نتكلم عن إضافة المقارنة والتفضيل بنفس الوقت. طيب آسف، المهم نجي على القواعد، اكو بعض القواعد لازم نشتغل بها حتى نعرف المقارنه والتفضيل. المقارنه والتفضيل لازم تعرفون اسمائهم. بالنسبه للمقارنه اسمها comparative اوكي، اما التفضيل فاسمه superlative. superlative قبل ما ندخل بالموضوع لازم نعرف شغله اللي هي المقاطع. شنو هاي المقاطع؟ لازم نعرفها حتى بعدين نفتكر شلون تشتغل. المقطع هو وجود حرف علة واحد او اكثر في مكان واحد. ما افتهمنا شلون؟ اعيد، وجود حرف علة واحد او اكثر في مكان واحد. يعني بالنسبة للبيج، البيج هو حرف علة واحد بيها، معناها هذه مقطع واحد. نجي كلمة cheap بيها حرفين علة لكن في مكان واحد. شوف شلون حصل، في مكان واحد، اذا هذا يعتبر مقطع واحد. طيب عندنا formal، عندنا هذا حرف علة وحرف علة في مكان اخر، اذا هاي تعتبر مقطعين. اذا المقاطع اعتمدا على مكان حرف العلة، مكان حرف العلة، ما يعتمد على حرف العلة. إذا مثلا كلمة هاي بيها حرفين يعني مقطعين، لا، وإنما على مكان. وين مجتمعات هن ذني المقاطع ما عدا حرف الإي. حرف الإي في آخر الكلمة ليس مقطع. يعني عندنا مثلا كلمة نايس، هذا الآي واحد، لكن هاي الإي في آخر الكلمة ما نحسبها مقطع. إذا هاي الكلمة هي مقطع واحد بسبب وجود حرف علة واحد بيها. طيب كلمة إكسبنسيف، كلمة اكسبنسيف نحسبها هاي واحد اثنين ثلاث مقاطع، وهذا الاي بالاخير ما محسوب، اذا هاي ثلاثة، اسف، اذا هاي ثلاثة مقاطع. ليش يجي ثلاث مقاطع؟ طيب هسه نجي المقارنة. المقارنة اذا اريد اسوي مقارنة لازم نضيف اي ار، واذا اريد اسوي تفضيل لازم نضيف اي اس تي. طيب شلون؟ عندنا مثلا small يريد اسويها مقارنة اضيف لها ER، اسوي لها تفضيل اضيف لها EST. طيب لكن اذا انتهت الكلمة بحرف الاي نحذفها. طيب بعض الاساتذة عندهم طريقة ثانية يقول اذا انتهت الكلمة بحرف الاي نضع ER، او هي نفس الحالة يعني ماكو اشكال. المهم لاختصار الوقت، اذا انتهت الكلمة بحرف اي تحذف. يعني شلون؟ نايس نحذف الاي ونضيف ER، او بالتفضيل النايس نحذف الاي ونضيف الاي اس تي. طيب اذا انتهت الكلمه بحرف الواي نقلبها الى اي، اذا انتهت الكلمه بحرف الواي نقلبها الى اي. شلون؟ مثلا عندنا كلمه هابي، الهابي تقلب الواي الى اي ونضيف الاي ار، في حاله التفضيل نقلب الواي الى اي ونضيف الاي اس تي. طيب اذا كانت الكلمه اكثر من مقطع، اسف بعد عندنا فقره يقول اذا انتهت الكلمه، اسف، إذا انتهت الكلمة بحرف صحيح وقبلها حرف علة واحد نضاعف. إذا انتهت الكلمة بحرف صحيح وقبلها حرف علة واحد نضاعف. شلون يعني؟ يعني مثلا عندنا كلمة big، هاي البيك انتهت بحرف صحيح وقبلها حرف علة واحد، هذا الحرف الصحيح وهذا حرف علة واحد، شو نسوي؟ نضاعف الجي، نضاعف الجي ونضيف اي ار، نضاعف الحرف الصحيح. في حالة التفضيل نفس الحالة، عندنا بيجست نضاعف الجي ونضيف اي اس تي. طيب عندنا اذا كان اذا
إذا كانت الكلمة أكثر من مقطع بعد ما نضيف الـ ER وما نضيف الـ EST نضيف more أو most. شلون عندنا كلمة beautiful، beautiful كم مقطع؟ تعال نحسبها، 1 2 3. هنا ما نضيف الـ ER لأن انتهت الكلمة بأكثر من مقطع. شو نسوي؟ نضيف لها more، تصير more beautiful. في حالة التفضيل أيضا تصير most beautiful. طيب هذا السؤال شلون يجينا وبما نستفاد من عدده؟ قبل ما ننقلكم بما نستفاد عندنا لازم نعرف الشواذ. الشواذ عندنا good في حالة المقارنة تصير better، في حالة التفضيل تصير best، أما الباد في حالة المقارنة تصير worst، في حالة التفضيل تصير worst، وأما الفار كذلك في حالة المقارنة farther، وفي حالة التفضيل faster farthest. أوكي هذا الموضوع بما نستفاد عنده، نستفاد من عنده إذا رحنا للكراسة، طلع إذا تقدرون تطلعون الكراسة في صفحة 35 تمرين ب. هنا نجي نشوف هاي القواعد. منجي على هاي القواعد إن كلمة ويت، هاي كلمة ويت على يا قاعدة تطبق؟ إذا كان إذا انتهت الكلمة بحرف صحيح وقبلها حرف إلا واحد نضاعف، تصير فتر، نضاعف التي ونضيف إي آر. أوكي نجي على هاي. بالنسبة للفت تصير فتر تي إي، آسف تي إي آر. نسم للثين أيضا كذلك إن إي آر. ساد كذلك دي إي آر. لونج، اللونج ما تطبق على أي قاعدة، خلاص نخلي بس إي آر وتنتهي السالفة. نويزي، هنا النويزي انتهت الكلمة بحرف الواي، وإذا انتهت الكلمة بحرف الواي نقلب الواي إلى آر ونضيف إي آر. فريندلي كذلك، بعض الأساتذة يقولون لا فريندلي أكثر من مقطع. طيب هنا اكو جدال هواي عليها، اذا رحنا للانترنت راح نشوف انه اكو جدال هل نخلي مور فريندلي لو فريندير. احنا هسه ما نريد ندخل بهذا الجدال، احنا نلتزم بالاشياء اللي طتنا بها الاشياء الموجوده من قبل الوزاره. اذا رحنا الى دليل الطالب فهنا الفريندلي حليناها على فريندير، نقلب الواي الى اي ونضيف اي ار، فرجاء نلتزم بالتعليمات الوزاريه حتى ما نشوش الطالب. على العموم نرجع نكمل. نعم نعم هنا أنا. اوكي ايضا فريندلي نقلب الواي الى اي ونضيف اي ار، فريند لير اي اي ار. طيب نير ما تطابق على اي قاعده، نضيف بس الاي ار وتنتهي السالفه. الفت اذا انتهت الكلمه بحرف صحيح وقبلها حرف عله واحد نضاعف ونضيف الاي ار. اما هذه ايضا نقلب الواي الى اي ونضيف الاي ار. طيب هاي بالنسبه للاضافات. تابعونا على الفيديو الجاي راح نتكلم عن كيفية استعمالهم في الجملة. شكرا جزيلا. بالمناسبة لا تنسى تسوي لايك، سوي اشتراك، سوي اعجاب. شكرا جزيلا.